السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في هذا الشهر الكريم المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. نتحدث الآن عن موضوع بيهم الكثير من الناس في الحقيقة، اللي هو موضوع أن يكون الإنسان يعني مألوف عند الناس، يعني محبوب. البعض ربما الآن يطلق عليه موضوع الكاريزما، أو شخص عنده قبول وشخص عنده قابلية، يعني يألف الناس ويألفه الناس. وده في الحقيقة يعني حتى قبل ما يتحدث فيه علماء النفس الإيجابي حتى أو علماء التنمية الذاتية، هو في مطلب إسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يألفون يعني يألفون الناس ويؤلفون من الإيه؟ من الناس. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث آخر بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن آلف مألوف، المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. يعني موضوع أن يكون الإنسان يعني مألوف، يألف الناس ويألفه الناس، ده مطلب إنساني ومطلب نبوي ومطلب إسلامي في نفس الوقت. هنتحدث الآن عن بعض الصفات ربما الإنسان حينما يقوم بها فيكون عنده هذه لموضوع القبول من الآخرين. أهم يعني من أهم هذه الصفات صفة البشاشة، الإنسان يكون بشوش، يعني عنده طلاقة في الوجه، اللي هو التبسم، الابتسامة. الابتسامة دي مهمة جدا، وذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه طلق. وسيدنا عبد الله بن حارث يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقول ما شفتش حد أكثر في التبسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية اللي المفترض تكون في الإنسان يعني حتى يكون آلف ومألوف وحتى يحبه الناس ولا يكون فظا وحتى لا ينفض الناس من حوله، اللباقة أو حسن الكلام. حسن الكلام يعني دايما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يوصينا بهذه الصفة، يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. دايما لما تتكلم مع الناس حاول تنتقي الكلام، زي انت لما تروح مثلا او تذهب لشراء الخضروات والفواكه، فانت بتحاول انك انت تقلل في الخضروات حتى تنتقي الخضروات وتنتقي الفواكه. فكذلك لابد أن تعود نفسك على أن تنتقي الكلام الذي تتحدث به مع الآخرين. وشوف الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لم يقل الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول حسنا، أو يقول قولا جميلا، أو يقول قولا حسنا، وإنما أحسن، يعني أحسن ما عندهم من الكلمات يخرجونها. يعني عارف الكلمة التي ستتحمل أكثر من وجه، يعني إيه، حاول تبتعد عنها. يعني حاول تكون الكلمة يعني اللي أنت هتقولها للآخر والآخر هذا أقرب الناس إليك، هم أولى بالمعروف، مع زوجاتك، أولادك، أبوك، أمك، إلى آخره، أصدقائك، أصحابك. يعني حتى لا تتعامل مع الناس بوجه، وتتعامل مع زوجتك وأولادك في البيت بوجه آخر. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ لأن الشيطان، في شيطان بينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. فأنت لما تقول كلمة ربما تتحمل أكثر من وجه، فالشيطان يلعب على دماغ الآخر ويقول: لا، ده كان يقصد بكذا، أو كان يقصد كذا، كان يقصد كذا. فلذلك الله سبحانه يقول لك: وقل لعبادي يقول التي هي إيه أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. يعني دايما الكلمات الحسنة حاول أنك أنت تتكلم بها مع الناس. موضوع انتقاء الكلمات وموضوع اللباقة ده موضوع مهم جدا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. لما للكلمة الطيبة من أثر في تأليف القلوب وتطيب النفوس. فليس المهم هو توصيل الحقيقة إلى الناس، ولكن الأهم هو الوعاء الذي سيحمل تلك الحقيقة، اللي هي الكلمات التي ستوصل بها هذه الحقائق إلى الناس. الله عز وجل يقول: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فدائما الكلمات الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. يعني أنت لما تقول
حتى الكلمة تبقى فيها جبر والخواطر، أنت ما الذي ستخسره يعني حينما تقول كلمات طيبة للناس، توزع عليهم البسمة والبشاشة والقبول وهذه لي الأشياء. يبقى الصفة الأولى هي صفة لي البشاشة، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الصحابة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقى، يعني حتى هذه الأمور صدقات. يعني تخيل أنك أنت هذه الأمور بتقوم بها مع الناس وهي صدقات لك عند الله سبحانه وتعالى. يعني الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يبقى إذا البشاشة أول ما تقابل به الإنسان هو إيه؟ هو الوجه. فالابتسام والبشاشة أو التبسم والبشاشة، وبعدين لما تتكلم يبقى فيه كلمات إيه؟ كلمات طيبة وكلمات جميلة. وقل عبادي يقول التي هي إيه؟ أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم كما بينهم. الصفة الثالثة التواضع، إنك أنت تكون متواضع مع الإيه؟ مع الناس. التواضع ولي للجنب. يقول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من الايه؟ من المؤمنين. دائما الانسان يكون خافض الجناح، يعني متواضع، لا يتعامل مع الناس بفظاظه، لا يتعامل مع الناس بكبر، مهما كانت مقوماته، سواء كانت مقومات علميه ولا مقومات جماليه ولا مقومات ماليه ولا منصب ولا عائله ولا شيء، دائما بيتعامل مع الناس من منطلق الايه؟ من منطلق التواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تخيل لما واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصابته رعدة، يعني حس إنه داخل على إيه؟ على طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له هيبة، فلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعني كأنه خايف من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، يعني لا تقلق، أنا بشر مثلك، يعني هون عليك، فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش، يعني أنا زيك، يعني أنا بشر، أي نعم أنا رسول ونبي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إيه؟ يوحى إلي. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من موضوع الكبر، لأن موضوع الكبر ده من الممكن إن هو يدخل الإنسان النار بدون ما يشعر. يعني الإنسان لما ينظر إلى الآخر نظرة دونية، ده بيحمل صفة شيطانية. ليه؟ لأن إبليس عليه لعنة الله قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. إنسان الهين اللين السهل ده الله سبحانه وتعالى يحرمه على النار. من كان هينا سهلا حرمه الله، هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حتى في الإنسان مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثيابه حسنة، نعله حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. المشكلة في الكبر اللي هو بطر الحق، يعني إنكار الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس، إنك أنت تحتقر الإنسان إنه هو أقل منك من الناحية العلمية أو من الناحية المالية أو من كذا ومن كذا. هذا هو لي الكبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن صاحبه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من لي من كبر. الصفة الرابعة الحلم اللي هو الإنسان يكون عنده ثبات انفعالي، يعني ما عندهوش موضوع الانفعال والغضب بسرعة، لا، التؤدة. الحلم يعني صفة من صفات عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ قالوا سلاما. فالحلم وكظم الغيظ ده صفة ممتدحة، يعني سواء في عامة الناس أو في المؤمنين خاصة. يقول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الإيه؟ عن الناس. الكاظمين الغيظ يعني يستطيعون أن هم يكظموا غيظهم ويتحكموا في أنفسهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس ويهزم الناس، إنما الشديد الذي يتمالك نفسه عند الغضب. وإحنا عارفين طبعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يطلب من الوصية: لا تغضب. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى جعلها من أهم الصفات التي تميز المتقين عن غيرهم، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى موضوع الحلم وكظم الغيظ ده صفة مهمة في من يريد أن يألف الناس ويألفوا للناس. الصفة الخامسة الرفق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك
يعني لما نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نلحظ كمان رفق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا واقعة مثل واقعة الأعرابي الذي بال في المسجد، تخيل أعراب يعني إنسان ويبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة هموا به يعني أرادوا به شرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه وأهرقوا على بولي، يعني على بولي سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم بيسر وسهولة. والشاب الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هدأه وقال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه؟ فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لأخواتهم، كذا وكذا. اسمه الرفق في التعليم. فكذلك الإنسان لابد أن يكون يعني عنده الرفق في سواء في تعامله مع زوجته، تعامله مع أولاده، تعامله مع أصحابه، تعامله مع أصدقائه، تعامله مع الناس الذين المحيطين به في العمل، تعامله مع عامة الناس المحيطين به في المجتمع. فالرفق ده مطلوب، يعني حينما يكون الرفق موجود في الإنسان يزين الإنسان، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الصفة السادسة اللي هي صفة المروءة، المروءة أنك أنت تكون يعني شخص يعتمد عليك، إنسان بمعنى الكلمة، رجل بمعنى الكلمة، حينما يستنجد بك الناس في أمر من الأمور تنجدهم وتكون في 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 تنفيذ كرباتهم. لأن موضوع أنك أنت تنفذ الكربات على الناس دي من أهم العبادات التي تتقرب بها الله سبحانه وتعالى. من نفس عنه من كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وذكرت قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل عليه على مسلم. فالنفوس، نفوس الإنسان، نفوس الناس عامة يعني جلبت، يعني خطرت على حب من أحسن إليها. ولذلك قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. حينما تحسن إلى الناس فيعني كأنهم صاروا لك عبيد من ناحية القلب، يعني يخضعون لك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني إحسانك إلى الناس يستعبدهم، يجعلهم كأنهم عبيد لك بإحسانك. يعني أنت لم تقدم لهم أي شيء، فقط أنت فقط أحسنت. أحسنت إلى هذا بكلمة طيبة، أحسنت إلى هذا بمعونة، أحسنت إلى هذا بأن واسيته في أمر من الأمور، أحسنت إلى هذا في حال من أحواله. هكذا أحسن إلى الناس تستعبد إيه؟ تستعبد قلوبهم. والسيدة خديجة لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنه لا يصل لي الرحم وتحمل الكل، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعينه على نوائب الضهر. حتى قبل ما تعرف أنه نبي ورسول، هو كان فيه هذه الصفات العربية الأصيلة اللي هي صفة الشهامة وصفة المروءة، يعني يصل الرحم، يعطي من حرمه. لو في إنسان مثلا يعني في موقف، مثلا موقف من المواقف وعاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول حتى قبل الرسالة وقبل النبوة يصل من يقطعه ويعطي من حرمه ويحمل الكل ويكسب المعدوم. يعني لو إنسان ضعيف وإنسان عاجز يعينه ويساعده ويعين الإنسان على حوادث اللي هي على حوادث الأيام. يعني فرض الإنسان نزلت به مصيبة ونزلت به قربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعينه على نوائب اللي يعين هذا الشخص على نوائب اللي الضهر. فموضوع أن الإنسان يكون عنده شهامة وعنده مروءة والناس يستنجدون به، هذا من أهم الصفات التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يتحلى بها. ويمكن أن ذكرت قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعني جعل أقوام، يعني فيما معنى الحديث، إن الله عز وجل عبادا اختصهم بقضاء حوائج، اختصهم بالنعم. يعني الله سبحانه ينعم عليهم بنعم، ما ممكن تكون نعمة مالية، ممكن تكون نعمة الوجاهة، حطك في مكان معين أو في منصب معين. إن الله عز وجل عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، فإن هم منعوها أزالها عنهم إلى غيرهم. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت منعت هذه الأمور عن الناس ولم تقدم شهامتك ومروءتك للناس، فالله سبحانه وتعالى من الممكن أن ينزع عنك هذه النعم ويعطيها إيه؟ ويعطيها لغيرك، لأنك لم تشكر الله سبحانه، يعني داخلها في باب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم.
وكما أقول دائما ممكن الإنسان يزكي بعلمه، يزكي بماله، يزكي بواجهاته الاجتماعية، يزكي بمكانته الأدبية. الإنسان عنده مال، ممكن هو تكون شهامته ومروءته في تقديم الأموال للناس على سبيل الصدقه، على سبيل القرض، على سبيل كذا. انسان عنده علم يقدم علمه للناس، انسان عنده مكانه، عنده كلمه مسموعه مثلا في جهه من جهات الدوله، ولا في عند حد مسؤول، فمن الممكن ان يشفع لانسان اخر وهكذا، طالما ان شفاعته يعني لن تضر ايه، لن تضر غيره. فهذه امور ينبغي على الانسان ان هو ايه، ان هو يلم بها ويعرف عليها، موضوع الشهامه وموضوع المروءه. ايضا من ضمن الصفات، ودي صفه ماليه يعني في الامور الماليه خاصه، موضوع السماحه. السماحه، والانسان يكون سامح في البيع وفي الشراء. يعني قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. يعني اوجز الرسول صلى الله عليه وسلم اصول المعامله التي يدخل فيها المسلم الى قلوب الناس ويكسب حب الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا، يعني إنسان عنده سماحة، سماحة في البيع، سماحة في الشراء. لما بيبيع شيء يعني مش مشكلة، يعني لما يقلل شوية في الثمن ليس هناك حرج، يعني طالما الشخص اللي هو سيشتري ممكن يكون إنسان مثلا على قد حاله ولا شيء. وكذلك لما يشتري شيئا يعني ممكن هو حتى يزيد، طالما إن الشخص الآخر يعني يستاهل ان هو ياخذ هذا المبلغ. ولو حصل نزاع بينه وبين احد من الناس، ممكن ان هو يتنازل شويه اذا اقتضى، يعني في عمليه القضاء. تعرف احنا لو طبقنا هذا الحديث في سبحان الله في حياتنا لانحلت كثير من المشكلات في المجتمع وفي الاسر. لما احنا عندنا مصائب في المحاكم في الدول العربيه عامه، يعني بين الزوج والزوجه وبين الاقارب، ان مفيش سماحه، مفيش سماحه في نفوس الناس. انما الانسان لو كان سمح في عمليه البيع، في عمليه الشراء، في عمليه القضاء، انحلت مصائب كثيره في المجتمعات العربيه. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا ايه واذا اقتضى. الصفه الاخيره اللي هي صفه المداراه، يعني ده مع الناس بقى اللي هي اي اناس، يعني انت عارف مهما فعلت معهم لن يحمدوك. المداراة معناها لين الكلام والبشاشة وحسن العشرة لأناس عندهم شيء من الفجور والفسق. وهذه المداراة يعني أنت ممكن تعملها لمصلحة شرعية. يعني روى البخاري مثلا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بئس دي تقال الذم للذم، يعني ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس، يعني لما دخل بقى على النبي صلى الله عليه وسلم، تطلق له، يعني اصبح وجه النبي طلقا، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط اليه. فلما انصرف الرجل فقالت له عائشه: يا رسول الله، رايت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت اليه. يعني انت اول ما سمعت انه سيدخل فزممته بئس اخو العشيره، ولما دخل انبسطت اليه، يعني ما هذا الامر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، متى عهدتني فاحشا؟ اي نعم، هو انسان فاحش، لكن انا لا اتعامل بفحشه. وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاعده شرعيه، قال صلى الله عليه وسلم: ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انبسط اليه وتطلق في وجهه حتى يتقي فحشه ويتقي اساءته وهكذا. هذا بيسمى في الشريعه بالايه، بالمداراه. يبقى اذا هذه بعض الصفات التي ينبغي على الانسان ان ياخذ ان يدرب نفسه عليها. هي يعني صفات يعني حتى يكون الانسان يالف الناس ويالفه الناس، حتى لا يكون فظا غليظا، لان احنا في كثير من الناس بينفض عنهم الناس وينصرفون عنهم وهكذا. فهذه الصفات ينبغي كما قلنا انك انت تاخذ بالك منها وتدرب نفسك عليها. هذه الصفات التي ذكرتها صفه البشاشه، ودي تبسمك في وجهك ده صدقه، وفي نفس الوقت بتعطيك قبول وكاريزما عند الناس. البشاشه والتبسم. الصفه الثانيه حسن الكلام اللي هي اللباقه، والكلمه الطيبه صدقه. وقل لعبادي يقول التي هي احسن، وقولوا للناس حسنى، دي ايات قرانيه. يعني لما تتكلم مع الناس انتقي الكلمات زي ما تنتقي الخضروات والفواكه. انت تذكر هذا الكلام جيدا،
لما بتذهب الى السوق بتحاول انك انت تقلب في الفاكهه وتنتقي، وتقلب في الخضروات وتنتقي. كذلك لما تتكلم مع الناس حاول انك انت يعني تعمل كنترول او تحكم في لسانك، وتنتقي الكلمات التي ستتحدث بها مع الايه، مع الناس. الصفه الثالثه صفه التواضع، ولين الجانب واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، حتى لا يتطرق الى قلبك مثقال ذره من كبر فتكون من اهل النار. الصفه الرابعه هي صفه الحلم او الثبات الانفعالي او كظم الغيظ. ما تكونش كده انسان جهول تغضب بسرعه، لا تغضب، دي وصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم، واذا خاطبهم الجنون قالوا سلام. الصفة الخامسة هي صفة الرفق، وما كان الرفق في شأن الله زانه. والصفة السادسة هي صفة المروءة، الإنسان يكون عنده مروءة وعنده شهامة. موضوع المروءة والشهامة ده يعني مطلب في الرجل عامة، ومطلب في المسلم خاصة. بعد كده الصفة السابعة هي صفة السماحة، لا سيما في البيع والشراء وفي القضاء، وصفة المدارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يتقبل صيامنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.